ثاني نوع من الأوفريان تيومرز الجيرم سيل تيومر أوف أوفري. طيب الانسيدنس حقه يكون من 15 لـ 20% of all ovarian tumors. طيب بشكل عام هذا أو يعني هذا التيومر طالع من وين؟ طالع من الأوسايت نفسها. طيب هذه الأوسايت المفروض لما تطلع ويصير لها يعني يصير لها ovulation إيش حتسوي؟ حيصير لها fertilization by the sperm وتسوي لنا زايجوت. هذه الزايجوت من حتروح؟ حتروح لي الاندومتريوم وتسوي implantation. هذا الامبلنتيشن بعدها ايش حتسوي؟ حيصير فيه كوريونيك فيلاي. طيب اللي حتساعد في صنع البلاسينتا، صح؟ كل هذا جاي من وين؟ جاي من نفس الاوسايت اللي في البدايه والسبرماتوسايت اللي كانت موجوده كمان، بس انه يعني شايفين هذه الاوسايت شاركت بكل هذه الاشياء. طيب لو طلع منها تيومر ممكن تسوي لنا اي شيء من هذه الاشياء، يعني ممكن تسوي لنا امبريو، ممكن تسوي يعني مو تسوي لنا امبريو، تسوي لنا امبريولوجيكال تيشو، يعني نفس التيشو حق الامبريو، ممكن تسوي لنا التيشو حق البلاسينتا، ممكن تسوي لنا التيشو حق اليوك ساك، يعني ممكن تطلع لنا اكثر من انواع التيشو حسب هي اصلا ايش كانت حتعطي بالمستقبل. طيب الجيرم سيل تيومر عندها نوعين، عندها نوع اندفرنشيتد وعندها نوع ديفرنشيتد. الاندفرنشيتد يعني نفس الاوسايت صار لها يعني مالتيبليكيشن بنفس الشكل، يعني ظلت أوسايت نفس الشكل نفس الشكل، ما أعطت ولا شيء ولا كونت لنا أي شيء له علاقة بإيش حتكون هي بالمستقبل، يعني لا أمبريو ولا بلاسينتا ولا يوكساك، صح؟ فهذا إيش نسميه؟ ديس جيرمينوما. طيب هذا يكون undifferentiated زي ما قلنا. النوع الثاني اللي هو الإمبريونال كارسينوما، هذا يكون differentiated، يعني أعطانا شيء هي أصلا كانت حتعطيه بالمستقبل. زي إيش؟ زي الإكسترا إمبريونيك، يا عم تكون extra embryonic structures أو embryonic structures، يعني أشياء يعني للبيبي نفسه وأشياء ما هي على ما لها علاقة بالبيبي أو يعني لس ما هي بيبي. طيب نفس ال extra embryonic structures ممكن تكون اللي هي الكوريوكارسينوما اللي هو يعطينا من نفس التشو حق البلاسينتا، هي أصلاً مو كانت حتسوي كوريونيك فيلاي، نفس الأوفا هذه لو صار لها implantation حتسوي كوريونيك فيلاي، فممكن لما تسوي تيومر هذه الأوسايت تعطينا تشيو نفس تشيو البلاسينتا، وهذا التشيو يعني حيكون يعني يفرز نفس الهرمونات حق البلاسينتا. طيب ممكن كمان تعطينا اليوكساك تيومر، يعني نفس التشيو حق اليوكساك. طيب ممكن كمان تعطينا زي ما قلنا امبريونيك ستراكتشرز، هذا زي ايش؟ زي التيراتوما. طيب التيراتوما هذا يا اما يكون ماتيور يا اما اماتيور، بس المهم انه هذا التيراتوما يكون نفس التشيو حق البيبي نفسه. اوكي ديس جيرمينوما هذا يكون زي ما قلنا undifferentiated، هو جدا نادر 2% of all ovarian cancers. all ديس جيرمينوما are malignant، يعني اي يعني لما يطلع هذا ديس جيرمينوما هو malignant. في التيراتوما ممكن يطلع بناين او malignant، عشان كذا هي جالسة تقول لكم هذه المعلومة انه ديس جيرمينوما لا ما هو زي التيراتوما، لا هو دائما malignant. الايج second and third decades يعني يطلع من 20 لـ 30 سنة. gross picture unilateral يعني يكون ب one ovary. well defined grey white homogeneous soft and fleshy، بما انه homogeneous يعني ما عنده لا hemorrhage ولا necrosis، هذا شيء good prognosis يعني افضل من غيره. طيب fleshy يعني انه في عنده يعني تشيو مرة كثير. الميكروسكوبيك picture يشبه السيمينوما اللي اخذناه في الميل. الباترن يكون عنده grow in lobules separated by fibrous stroma in which infiltrated by lymphocyte. شايفين هنا هذه oocyte هذه oocyte هذه oocyte هذه oocyte، يعني هي ما اعطت اي تشيو حق امبريو ولا بلاسينتا ولا اي شيء ثاني. طيب يعني هي نفسها oocyte اعطت malignant cells، يعني صار عندها nuclear atabia نفس الاشياء. طيب السيل حتكون large uniform cells يعني لها نفس الحجم with clear cytoplasm central rounded nuclei يشبهوها بالفرايد ايج. طيب عندنا ثاني نوع اللي هو التيراتوما، قلنا هذا differentiated to tissue of embryo يعني نفس الشكل حق التشيو حق الامبريو. definition هو composite tumor formed of mixture of tissue، يعني هذا يكون عنده اكثر من انواع من التشيو من كل الثري جيرم لاير، مو الامبريو حيكون عنده
اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. طيب هذا التيومر حيكون عنده كل انواع هذه التشيو، الاكتو والاندو والميزو. طيب وذس ميكتشر از ارينجد هافزاردلي ويذاوت اتمت فور اورجان فورميشن، يعني هو حيطلع لنا مثلا هير، اسنان، عظام، اشياء كلها ما يعني هل هو من جد امبريو؟ لا، يعني ما كمل لنا بالنهايه بيبي، لا، فعشان كذا يعني ما سوى لنا ولا اورجان، يعني ما سوى لنا اي شيء. طيب تايبس، يا اما يكون ماتيور يا اما يكون اماتيور. الماتيور يعني يكون عنده ايش، يكون عنده مثلا اذا فتحنا نلاقي اسنان، نلاقي شعر، اشياء يعني تكونت وخلصت، وهذا يكون بناي. طيب يكون سيستك وسوليد لانه في شعر واسنان وهذه الاشياء. الاماتيور تيراتوما يكون مالجننت. طيب يعني هذا ما يكون كون لنا اي شيء، يعني يكون عنده تيشيو امبريو، مثلا عنده ديرمال تيشيو ولا ميزوديرمال تيشيو، بس مثلا ما كون لنا يعني نوع من انواع التيشيو اللي احنا نعرفها، او يعني شكل من اشكال التيشيو اللي احنا نعرفها. المونوديرمال تيراتوما هذا يعني يكون عنده بس طبقة واحدة، يا اما مثلا بس تكون لنا تيشيو من الاكتوديرم، او كون لنا تيشيو من الميزوديرم، او كون لنا تيشيو من الاندوديرم، يعني ما يكون mixture of all tissues، لا يكون طالع من تشي واحد. الماتيور طيب اللي هو قلنا عنه البناين، هذا يكون احسن بروجنوزز من all الاوفيريان تيومرز، لانه هو اصلا او يعني الجرب سيلز تيومر، لانه هو اصلا ايش بناين. يعني لو جات سالتنا ايش best prognosis جرب سيل تيومر عند الفيميل، نقول لها الماتيور سيستيك تيراتوما. طيب الانسيدنس common tumor of young female bilateral، غالبا يعني مو غالبا، المهم may be discovered بشكل يعني غير مقصود. gross picture uniocular cyst containing hair sebaceous material، زي ما قلنا هو mature اصلا. it's common to find grossly evident tooth structure and areas of calcification. the gross picture sorry microscopic picture cyst wall، يعني هي احنا قلنا ان هذه الاشياء كلها موجودة جوا السيست. طيب إذا جينا شفنا السيست وول نفسه إيش حيكون؟ حيكون stratified squamous epithelium، يعني حيكون skin. طيب والساب epithelium حيكون عنده sebaceous gland hair، يعني حنشوف كل شيء فيه، يعني مثلا حنشوف cartilage tissue زي هنا، حنشوف glands، يعني كل شيء. التشي from other germ layers such as cartilage, bone, thyroid, neural may be present. طيب الماتيور ممكن يكون solid، هذا cystic ممكن يكون solid. solid more common in male. الاماتيور تيراتوما هذا اللي قلنا عنه ايش، قلنا عنه انه هو formed of mixture of mature and immature tissue، يعني less differentiated و behave as malignant، يعني يصير له انتشار وكل شيء، يعني يسوي invasion. طيب هنا يكون less differentiated، ايش يعني less differentiated؟ يعني هنا شوف الكارتيليج تيشيو هذا نفس الكارتيليج تيشيو اللي احنا عندنا اياه as adults، يعني هنا الاماتيور لا، هنا الاماتيور لما يحاول يسوي كارتيليج تيشيو ما حيكون كارتيليج بيرفكت، لا حيكون كارتيليج فيه defects او مو نفس اللي نعرفه، حيكون مختلف، وبالتالي نسميه اماتيور. يعني احنا لما نجي نقرر هل هذا نفس التيراتوما ماتيور ولا اماتيور، لازم نشوف تحت الميكروسكوب، نشوف هل التيشيو ديفرنشيتد او لا. المونوديرمال تيراتوما نفس ما قلنا يكون بس سنجل تايب اوف تيشيو. طيب يعني هو يكون اسمه له اسم ثاني اللي هو سبيشلايزد تيراتوما كونتين سنجل تيشيو، زي ما قلنا عنده نوع جدا مشهور اسمه ستروما اوفرياي، هذا formed of mature thyroid tissue، يعني يكون عندها بالاوفري حقها thyroid tissue. طيب وحيكون عندها نفس الكلينيكال بيكتشر حقت الهايبرثايرويدزم، ولما نجي نشوف يعني انه الثايرويد جلاند حنلاقي الثايرويد جلاند حقتها طبيعيه، ونستغرب انه يا ترى من وين جاي الاعراض حقت الهايبرثايرويدزم، ونكتشف انه عندها يعني مونوديرمال تيراتوما اللي هو ستروما اوفرياي. طيب هذا مره مهم الدكتور ما ركزت عليه. اليوكساك تيومر هذا يكون طالع من وين؟ طالع من يعني الاوفري، ايوه، بس يشبه ايش؟ يشبه اليوكساك حق البيبي. نعرف معلومه انه اليوكساك
حق البيبي دائما يطلع الفا فيتو بروتين، طيب بشكل كذا طبيعي يعني اليوكساك دائما يطلع، وكمان الليفر حق البيبي يطلع الفا فيتو بروتين. له اسم ثاني زي ما قلنا اندوديرمال ساينس تيومر، اتس ا تيومر سيميلر تو ذا يوكساك، والتيومر سيلز الابوريت الفا فيتو بروتين، لانه هي نفس التشو حق اليوكساك حق البيبي، فهي حتطلع نفس الاشياء اللي يطلعها. الانسيدنس هي السكند موست كومن مالجنت تيومر اوف جيرم سيل اوريجين، الايج يكون باليونج فيميلز والتشيلدرن، يعني يكون مثلا العمر من 3-4 سنين، وغالبا يكون بيتر بروجنوزز بالتشيلدرن، بالادلت يكون بور بروجنوزز. الجروس بيكتشر حيكون ال ديفايند فليشي يعني سوفت ماس، مايكروسكوبيك بيكتشر كاركترستيك هيستولوجيكال فيتشر از جلوميرولاي لايك ستراكشر، يعني لما شايفين هذا الستراكشر اللي هنا يشبه الجلوميرولاي اللي اخذناها في اليورينري، طيب ويكون لها اسم شليفر دوفال بادي. طيب يعني هي ممكن تجيب لك كيس وتقول انه في واحدة كان عندها يعني ماس بالأوفري، سوينا لها ريسكشن وحطيناها تحت الميكروسكوب، لما شينا شفناها تحت الميكروسكوب لقينا جلوميرولاي لايك ستراكشر، وقتها ايش حيكون الدياجنوزز؟ او مثلا لقينا كمان بالتيومر ماركر الفا فيتو بروتين، ايش حيكون الدياجنوزز؟ يوكساك تيومر. رابع نوع عندنا كوريال كارسينوما، هذا الكوريال كارسينوما يكون نفس البلاسنتال تيشيو، طيب يكون عنده سايتوتروفوبلاست وسنسيتوتروفوبلاست. طيب هذا الكوريال كارسينوما ممكن يطلع بمكانين، ممكن يطلع بالأوفري او التستس اللي هي الجونات، وممكن يطلع بالبلاسنتا نفسها. طيب فهذا اللي في الأوفري حيكون اكسترا امبريونيك تروفوبلاستيك ديفرنشيشن، يعني حيطلع عندنا تروفوبلاست بمكان ما له علاقة بالإمبريو أصلا. إذا أفكت اليونج فيميل يعني البنات الصغار مثلا اللي عمرهم 5 سنين، حيكون يعني أكيد جيرم سيل أوريجين، يعني غالبا حيكون طالع من الأوفري، يعني إذا إحنا اكتشفنا أنه عندها غالبا كوريو كارسينوما حنقول أوه غالبا طالع من الأوفري، أكيد مو طالع من البلاسينتا. طيب سكريت هاي أماونت أوف إتش سي جي، هذا حيكون تيومر ماركر، يعني حيكون عندها بوزيتيف بريجننسي تيست exit in combination with other cell germ cell tumors، يعني غالب مثلا يجي مع this germinoma أو أي نوع ثاني من germ cell tumor. طيب اللي pure form اللي يكون بس choriocarcinoma يكون نادر. طيب الباثولوجيكال picture يكون نفس ال gestational choriocarcinoma اللي يكون طالع من البلاسينتا، نفس الباثولوجيكال picture. behavior aggressive، يصير له metastasis مرة بدري، يعني لما نسوي له diagnosis نلاقيه أصلاً راح للنج والليفر والبون. in contrast يعني to gestational carcinoma choriocarcinoma، يعني ال gestational choriocarcinoma هذا يكون responsive to chemotherapy، يعني لما نعطيه chemotherapy تتعالج. أما هذا حق الأوفيريان choriocarcinoma حتى يعني ما يقدر حتى نعالجه بالكيموثيرابي، وبالتالي غالباً حيكون fatal. sex god stroma tumor of the ovary، هذه بتكون من وين طالعه هذه التيومرز؟ طالعه من الاوفيريان ستروما، صح. اول تيومرز اخذناها كانت من السوبرفيشال ابيثيليوم، والثانيه من الجيرم سيل، هذه تكون طالعه من الستروما حق الاوفري، which is derived from sex god of embryonic gonad، يعني الامبريولوجيكال جوناد اذا تتذكروا كان في برايمري sex cords، بعدها تحولت لسيكندري sex cords، وبعدها هذه السيكندري صارت فوليكولر سيلز، صح. هذه تكون السكس كورد سترومال تيومر سيميلر تيومر ميبي ان تيستس، يعني تطلع كمان في التيستس، وتكون فانكشنلي اكتيف، يعني تسوي نفس الفانكشن الشيء اللي هي طالعه منه. انكلودينج يعني هي ايش انواعها؟ ممكن تكون جرانيولوزا ثيكا سيل تيومر، يعني هي اصلا الفوليكولر سيلز فيها ايش؟ فيها جرانيولوزا وفيها ثيكا سيل. طيب هذه الجرانيولوزا ثيكا سيل اذا طلع منها تيومر ايش حيكون؟ يعني حيكون فانكشنلي اكتيف، حيكون يطلع الهرمونات نفسها اللي تطلعها الجرانيولوزا ثيكسل. طيب في عندنا فايبروماثيكوما اوف تيومر، هذا يكون طالع من نفس الفايبروس تيشو حق الاوفري، وفي عندنا سيرتوري ليتش سيل تيومر نسميه كمان اندروبلاستوما. طيب الجرانيولوزا ثيكسل تيومر هي تكون استروجين سيكريتينج هرمون، الجرانيولوزا والثيكسل كانوا بالتعاون مع بعض يسووا لنا استروجين،
الثيكة تسوي لنا أندروجين يروح للجرانيولازا ويصير استروجين. طيب الانسيدنس حقه 5% of all ovarian tumors ممكن يطلع بأي عمر. Approximately 2/3 occur in postmenopausal women, يعني غالبا ثلثانه يصير في البوستمنوبوز. طيب جروس بيكتشر، يعني احنا اذا جينا شفنا شكله بالجروس وجينا شفنا شكله بالمايكروسكوبك حنلاقيه بناين. طيب بس الشيء اللي يخليه يعني مصنف كماليجننت تيومر انه هو يصير له ميتاستاسيس. طيب الجروس بيكتشر يونيلاترال، ممكن يكون مايكروسكوبك فوكا يعني جزء مره صغير، او ممكن تكون لارج سوليد اند سيستيك ماس، يعني ممكن يا اما يكون جدا جدا صغير او يكون لارج سوليد وسيست، يعني ممكن كمان يكون سيستيك. الكابسول عنده كابسول انكابسوليتد، يعني عنده كابسول، يعني شايفين هو مالجننت بس عنده كابسول. والكلر حيكون عنده يلو كلر، ليش؟ لانه هو هرمونالي اكتيف، يعني هو يسوي سيكريشن للاستروجين. الاستروجين هذا اصلا ايش هو؟ ستيرويد هرمون. والستيرويد اصلا ايش هو؟ يعني جاي من الكوليسترول، يعني هو جاي من الليبيد، والليبيد لونها اصفر، فبالتالي هذا التيومر يكون لونه اصفر لانه هو يعني يفرز هرمونات، عنده مره كثير ليبيد. المايكروسكوبك بيكتشر حقته زي ما قلنا هو شكله بناين، كوردز شيتس اور سترانس، ممكن يكون سمول جلاند لايك ستراكشر فيلد وذ ان اسيدوفيليك ماتيريال ريكول اماتير فوليكل، يعني هو تاخذ شكل، شايفين كيف اخذ شكل شويه يشبه الفوليكلز لانه هي اصلا طالعه من الفوليكلر سيلز، فهي تحب تاخذ شكل يشبه شكل الفوليكل، الشكل الدائري للفوليكل. هذه البوديز اللي تكون تشبه الاماتير فوليكل نسميها كول اكسنر بوديز. طيب تكون يعني نفس الاماتير فوليكل، يعني تاخذ شكل دائري. السيلز تكون سمول كيوبويدال او بوليجونال سيلز، يعني اهم شيء تكون يونيفورم ان شيب، ميبي مينلي جرانيولوزا اور ميكستشر اوف جرانيولوزا اند ثيكا، يعني ممكن تكون غالبا اغلبها بس جرانيولوزا، ممكن تكون الاثنين سوا. الكلينيكال بيكتشر حقها حيكون يعني هو اصلا عندها استروجينك سيكريشن، يعني جالسه يصير لها استروجين سيكريشن، فهي حتجي كومبلينينج فروم كلينيكال بيكتشر اوف زيادة الاستروجين. بالجيرلز اللي قبل البيوبيليتي ماي بروديوس بريكوشس سيكشوال ديفلوبمنت، يعني حيكون عندها يعني تصير عندها بلوغ مبكر، او يعني سيكشوال كاركترستكس، يعني حيصير لها ديفلوبمنت قبل العمر حق البيوبيليتي اصلا. طيب الان ادلت وومن ماي بي اسوسييتد وذ بروليفريتيف بريست ديزيز، لانه اصلا البريست كانسر والاندوميتريال كانسر والاندوميتريال هايبربلاجيا كلهم يكون سببهم الاستروجين ستيميليشن، فهذه البنت يكون عندها تيومر بالاوفري جاس بس يسوي سكريشن للاستروجين، حيصير في عندها هذه المشاكل، يا اما يكون بروليفريتيف بريست ديزيز او اندوميتريال هايبربلاجيا اندوميتريال كارسينوما بيهافير الجرانيولوزا سيل تيومر مالجننت، يعني صار لها ميتاستاسيس زي ما قلنا، وهو difficult to predict their biologic behavior from histology، يعني احنا نقول انه هو يعني مالجننت بس مع ذلك لما نشوف شكله هيستولوجيكلي احنا ما يعني نشوف انه شكله يشبه البناين اكثر من المالجننت. الفايبروماثيكوما هو arise from fibrous tissue stroma only or from mixture of fibrous tissue and thick cell. طيب يا اما يطلع يا اما يطلع بس من الفايبرس تيشو ستروما او يطلع من الفايبرس تيشو والثيكسل. طيب في عندنا مثال الميك سيندروم، هذه فايبروما اوف ذا اوفري، وتكون يعني تجي هذه السيندروم يعني عده سيمتومز. ايش هي السيمتومز هذه؟ يكون عندها فايبروما اوف ذا اوفري، يعني بناين فايبروما جاي من الاوفري، يكون عندها كمان اسايتس وهيدروثوركس. طيب يعني يكون عندها هذه ثلاث اشياء اللي ما لها علاقه ببعض نسميها ميكس سيندروم. طيب ممكن كمان يطلع سيرتولي ليج سيل تيومر اللي زي ما قلنا نسميه اندروبلاستوما، يسوي سيكريشن للاندروجين. طيب الميتاستاتيك تيومر تكلمنا عنه كثير، الكوركنبرغ تيومر هو يكون بايلاترال زي ما قلنا، ميتاستاسيس فروم ذا ستومك لارج انتستين او بريست ثرو ترانس بريتونيال سبريد، يعني يكون جاي من نفس البريتونيوم.
it's formed of mucin secreting cell, signet ring cancer cell, وأوفن most often of gastric origin. طيب يعني هذه الميوسين سيكريتينج سيلز هي نفس السيلز اللي موجودة بالجاستريك. ممكن كمان يعني يكون كانسر سيلز جاية بشكل سيجنت رينج، فيكون شكل التيومر اللي انتشر نفس شكل اللي جاي منه أصلا اللي هو سيجنت رينج أبيرنس، وموست أوفن أوف جاستريك أوريجين غالبا يكون جاي من الاستومك.